اعزائي مشاهدي كره مصر في كل مكان، بعد نهايه مباراه اليوم بين اسوان والاهلي في دوري مصر الممتاز هناخد بعض الحالات التحكيميه ونحللها مع بعض ونشوفها، نشوف الحكم النهارده وتحكيم النهارده ماشي ازاي في مباراه اسوان والاهلي. اللعبه في الدقيقه 11 اول لقطه عندنا والغاء هدف للنادي الاهلي بتاع التسلل، هنشوف اللقطه مع بعض، المساعد خد القرار في الملعب وهنشوف اللقطه مع بعض. احمد حسام طه الحكم المساعد المميز النهارده خد القرار في الملعب، وجود في موقف التسلل مش محتاجين خطوط خالص، وجود في موقف التسلل اللي هو الراجل عمل ديلي للرايه وفي الاخر رفع الرايه باحتساب تسلل، قرار صحيح من حكم المساعد احمد حسام ومراجعه صحيحه من حكم الفار والغاء هدف، القرار صحيح بالغاء هدف الاهلي لداعي التسلل. اللقطه الثانيه في الدقيقه 34 بنتكلم على هدف الاهلي، بمراجعه هدف الاهلي كهربا لعب الكوره، هل في خطا من لاعب نادي الاهلي؟ نستدعي ان هو الحكم الفار يتدخل، الكره بالمنظر اللي شفناه بيه تدخل طبيعي جدا بين حكم من لعيب النادي الاهلي ولاعب اسوان، مفيش اي خطا من لاعب النادي الاهلي، احتكاك طبيعي جدا، مراجعه صحيحه من حكم الفار، مفيش خطا واضح على لاعب النادي الاهلي، الغاء هدف، ده قرار كبير لازم يبقى فيه خطا واضح عشان حكم الفار يتدخل. محمد الصباحي ما تدخلش وبالتالي كان قرار صحيح من حكم المباراه باحتساب الهدف، الاحتكاك اللي حصل احتكاك طبيعي جدا، مفيش اي خطا من لاعب النادي الاهلي على لاعب اسوان. دي بالنسبه للهدف الاهلي اللي تم احتسابه هدف كهربا، مفيش خطا من لاعب النادي الاهلي. اللعبه بعد كده في الدقيقه 43 واحتساب ركله جزاء لصالح اسوان، هنشوف اللعبه مع بعض، الحكم موجود في مكان ممتاز، احتكاك حصل بكعب مدافع النادي الاهلي لركبه لاعب اسوان، ركله جزاء صحيحه تم احتسابها من حكم المباراه في ارض الملعب، وده مهم بنحتسب القرارات في ارض الملعب، الاحتكاك حصل للرجل او الكعب او الرجل في الركبه والحكم موجود في مكان ممتاز وبالتالي خد القرار بمنتهى الارتياحيه، الرجل في الركبه وبالتالي قرار صحيح من حكم المباراه باهمال ومفيش فيها انذار، وركله جزاء صحيحه تم احتسابها لنادي اسوان. التنفيذ ساعه التنفيذ بتاعت لمس لاعب اسوان للكره، محمد الشناوي في جزء من قدمه اليمين على الخط وبالتالي انقذ وتصدر ركله جزاء، مراجعه صحيحه من حكم الفار وتنفيذ ركله جزاء كان تنفيذ صحيح وبالتالي القرار في مجمله صحيح، ركله جزاء صحيحه، تنفيذ صحيح، تميز من حكم المباراه في ارض الملعب، تميز من حكم الفار في المراجعه. تنفيذ كان تنفيذ صحيح زي ما قلنا. في دقيقه 46 ومطالبه الاهلي بركله جزاء، الحكم موجود في مكان ممتاز وبيشير اشاره واضحه ان مفيش ركله جزاء وبالتالي كان فعلا الاحتكاك طبيعي جدا ومفيش ركله جزاء تم احتسابها للنادي الاهلي وقرار صحيح من حكم المباراه ومراجعه صحيحه من حكم الفار. النهارده بنتكلم على تحكيم مميز محمود البنا ورفاقه واحمد حسام والمساعد الثاني اللي كان موجود معنا نوفل، بنتكلم على طقم تحكيمي ادى اداء محترم محترم للتحكيم المصري وحكم فار موجود طول الوقت بيراجع محمد الصباحي وما تدخلش في لقطه كهربا لان مفيش خطا واضح على لاعب النادي الاهلي. النهارده تحكيم نتمنى استمرار التحكيم بالصوره النهارده اللي شفناها، كل القرارات التحكيميه ادائها او موجوده بصوره محترمه جدا واداء تحكيمي محترم لطاقم التحكيم محمود البنا ورفاقه. كان معانا امبارح مباراه الداخليه والاتحاد في قرار تحكيمي كان مهم جدا في المباراه وهناخده ونتكلم عليه، احتساب ركله جزاء لنادي الداخليه من حكم المباراه، الحكم موجود كان بعيد شويه الحنفي وبالتالي احتساب ركله جزاء للاتحاد الداخليه، الكوره لمسه يد جت في ايد مدافع الاتحاد، الايد دي هي الايد السبورت، الايد اللي هي الداعمه لجسم اللاعب نادي الاتحاد، الايد الداعمه المبدا العام في القانون معانا ان الايد الداعمه دايما لا يحاسب عليها اللاعب سواء وسط الارض او ما وصلتش الارض، الكوره جت فيها، استمرار اللعب كان قرار صحيح، استدعاء صحيح من حكم الفار المميز استدعاه عشان يشوف اللقطه بالمنظر ده، الايد الداعمه اللي على الارض الكوره جت فيها سواء وصل الارض او ما وصلتش الارض فمفيش فيها ركله جزاء، اللي فار استدعاه ورجوع الحنفي للقرار الصحيح وهو اسقاط والغاء ركله الجزاء، قرار مميز من حكم الفار اللي استدعاه استدعى محمد الحنفي، ومحمد الحنفي لما راح وشاف الخطا اللي وقع فيه رجع وصحح خطاه عشان نخرج من مباراه بدون خطا تحكيمي، ده المطلوب في وجود تقنيه الفار، نخرج من مباراه صفر اخطاء تحكيميه. نتمنى التوفيق للتحكيم المصري في الفتره اللي جايه، شكرا ليكم، سلام عليكم.